متابعينا متابعين اليوم السابع في كل مكان، برحب بيكم في فيديو جديد من محافظة الشرقية. احنا النهاردة مع الدكتور جمال الحفناوي مدير ادارة الزمالة المصرية بمديرية الصحة بالشرقية. احنا ادارة الزمالة في محافظة الشرقية من الادارات المتميزة عندنا في محافظة الشرقية، اكتر من 19 طبيب طلع من اوائل الجمهورية في امتحانات الزمالة المصرية. احنا الدكتور جمال الحفناوي هيكلمنا عن الزمالة ومميزاتها في رفع كفاءة الكوادر الطبية لتطوير الخدمة الطبية في مستشفيات محافظة الشرقية. احنا برحب بحضرتك على اليوم السابع يا فندم. ولو حضرتك تكلمنا عن الزمالة المصرية في محافظة الشرقية ودورها في رفع الكفاءة الطبية، رفع كفاءة الأطباء لخدمة وتطوير العمل الطبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الزمالة المصرية، الأول برحب بحضرتك يا أستاذة إيمان في إدارة الزمالة المصرية بالشرقية. وإدارة الزمالة المصرية بالشرقية تم إنشائها بقرار وزير عشان يسهل على الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية مشقة ومعاناة السفر للقاهرة عشان يخلص ورق أو كده، يقدر يخلص كل إجراءاته من المديرية هنا في الشرقية. زي ما حضرتك تفضلت، إحنا الحمد لله ربنا أكرمنا بنجاح يعني ساحق ومبهر الحمد لله في امتحان الجزء الأول للزمالة المصرية. ربنا أكرمنا ونجح، عندنا 180 طبيب، وده رقم كبير جدا جدا في الزمالة المصرية. كان من ضمن 180 طبيب الحمد لله 19 طبيب في امتحان الجزء الأول، وده ظهر من حوالي أسبوع، وامبارح ظهرت بعض النتائج بتاعت بعض التخصصات في امتحان الجزء الثاني دور أكتوبر، وكان النصيب بالأسد الحمد لله من الأوائل. احنا عندنا 7 من الأوائل على الجمهورية، منهم 6 في تخصص طب الأسرة، 6 من الـ10 الأوائل على مستوى الجمهورية في التخصص ده من الشرقية الحمد لله. ده توفيق من ربنا ونتيجة مجهود قام بيه الطبيب نفسه في المذاكرة والتحصيل والالتزام بالبرنامج التدريبي، وقام بيه مدربه انه يقدر يوصل المعلومة ويتابع معاه التدريب. والإدارة تبدأ من وكيل وزارة الأستاذ الدكتور هشام مسعود اللي كان داعم لينا من أول يوم اشتغلنا فيه في الزمالة، وإدارة الزمالة بتتابع التدريب لحظة بلحظة. طب حضرتك لو تكلمنا عن فايدة الزمالة في رفع كفاءة وتطوير العمل الطبي في محافظة الشرقية. تمام. هو الزمالة كبرنامج هي بتهدف لرفع مستوى الطبيب المصري، برنامج مهني، تدريب مهني بساعات تدريب محددة، بيجتاز الطبيب فيه الامتحانات. الزمالة جزء أول وجزء امتحان الفيرست والسكند والثيرد، أو جزء امتحان جزء أول والثاني والثالث. بعدها بيكون الطبيب مؤهل إن هو يمارس مهنة الطب في التخصص ده بكفاءة عالية جدا جدا جدا. ده بينعكس على المريض المصري، ما هو الطبيب إذا تم تأهيله تأهيل كويس جدا جدا في تخصصه أكيد هيعالج كويس ويبقى يعني يقدر ينافس. عشان كده احنا دايما شعارنا في الزمالة المصرية الريادة والتميز في التعليم الطبي المهني اللي يكون قادر على المنافسة محليا وعالميا. نقدر نقول ان ما يميز الزمالة المصرية عن بعض الشهادات الأخرى الدراسات العليا يعني ان هي شهادة مهنية تهتم بالسكيلز والهاند سكيل والشغل بالإيد. يعني الطبيب المتخرج من الزمالة لو تكلمنا عن وجه الاستفادة، طبعا بخلاف يعني التدريب المهني للطبيب، ايه كمان بيستفيد ليه من الناحية المهنية والعلمية في عمله؟ تمام. الحاصل الطبيب الحاصل على الزمالة المصرية هو طبيب أخصائي من أول يوم بعد الحصول على الشهادة، وبعد عدد من سنوات الخبرة بيكون استشاري في تخصصه. دي فايدة كبيرة جدا للطبيب. بعض الشهادات التانية الدراسة العليا الماجستير مثلا، بيكون الطبيب بعد الحصول على الماجستير مساعد أخصائي لمدة 2 سنين، بعد كده رأي الأخصائي ويقف عند النقطة دي. أما الزمالة بتأهله إنه يكون أخصائي من أول يوم، وبعد كده بيكون استشاري، ودي ميزة بيستفيد بها الطبيب. طيب الزمالة لو تكلمنا عن ساعات التدريب والبرامج التدريبية اللي بيتلقاها الطبيب عضو الزمالة. تمام. الزمالة المصرية هي شهادة مهنية زي ما قلنا قبل كده بتعتمد على ساعات التدريب. الطبيب في الزمالة المصرية لازم يحضر كل يوم في المستشفى اللي بيتدرب فيها المعتمدة حضور يومي بحد بعدد ساعات 48 ساعة.
متقسمه كالاتي: 4 ايام عمل صباحي، عمل صباحي يعني 6 ساعات من 8 ل 2، 4 6 ب 24، ونبطشتين كنا بنشيط 12 ساعه ب 24 تانيين، يبقى المجموع 48 ساعه في الاسبوع. ما يقدرش الطبيب ياخدهم على يومين ثلاثه، ده ممنوع. في الزماله لازم يحضر 4 ايام صباحي ونبطشتين مسائي، ده ساعات التدريب في الزماله المصريه، وده ما يميز الزماله المصريه انه لازم يحضر ويتعلم ويشتغل بايده. الكوادر اللي بتدرب الاطباء اعضاء الزماله، لو تحدثنا عنهم وعن مواصفات اختيارهم. حضرتك اشرت لنقطه مهمه جدا جدا، المكان والقائم بالتدريب. الزماله مش في كل الاقسام. بمعنى ايه؟ ان عشان اعتمد القسم ده يكون مؤهل ان الطبيب يتدرب في الزماله، لازم يكون قسم فيه معايير معينه في الزماله، وبيخضع عليه اشراف المجلس العلمي للتخصص في الوزاره، بيعتمد القسم ده، وكمان بيعتمد فيه مدرب مؤهل للتدريب. بيشترط في المدرب الزماله انه يكون طبيب حاصل على الدكتوراه في التخصص او الزماله المصريه مع سنتين خبره في التخصص، بحيث يكون مؤهل يخرج طبيب اخصائي. يعني ده شرط التدريب في الزماله انه يكون حاصل على الدكتوراه او الزماله. لو حضرتك تحدثنا عن سوق العمل للزماله المصريه، ازاي الطبيب عضو الزماله بيكون مطلوب في سوق العمل، وكمان ايه هي ساعات او سنوات الدراسه للزماله المصريه؟ تمام. هو زي ما قلت لحضرتك من شويه، احنا لنا رؤيه في الزماله المصريه ان عندنا الرياده والتميز في التعليم الطبي، ليكون الطبيب قادر على المنافسه محليا وعالميا. ده سؤال حضرتك، هو الطبيب لما يحصل على الزماله المصريه بكفاءه عاليه يقدر يفتح البرايفت بتاعه؟ احنا اتكلمنا عن الجزء الاولاني، هيشتغل في الصحه يبقى اخصائي من اول يوم، بعد كده يبقى استشاري. هو لو طبيب تم تاهيله بطريقه قويه جدا جدا، وده هدفنا في الزماله المصريه، هيقدر يكون ناجح في عيادته الخاصه. وبعد كده احنا عندنا دول الخليج الاختيار الاول بالنسبه لهم هي الزماله المصريه، وعندنا شراكات مع رويال كوليدج او الكليه الملكيه البريطانيه، هي بتعتمد بعض، اعتمدت حتى الان 3 تخصصات في الزماله المصريه زي طب الاسره والباطنه العامه والطوارئ، وجري العمل على اعتماد تخصصات اخرى. الهدف من ده ان الطبيب بعد ما يحصل على الزماله المصريه يكون معترف به في الجامعه الكليه الملكيه البريطانيه.